بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموالاه. مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حصتكم الدينية الأسبوعية الدين والدنيا التي تأتيكم على المباشر على قناة الحياة الجزائرية. نستقبل من خلالها أسئلتكم، استفساراتكم، اتصالاتكم وكل ما له علاقة بالدين والدنيا. كما جرت العادة، نذكر مشاهدين الكرام برقم الحصة المباشر والظاهر أسفل الشاشة 05 61 32 37. نسعد باستقبال اتصالاتكم، كما نرجو من مشاهدين الكرام عند الاتصال أن يتصلوا بنا عبر جهاز الهاتف وليس عبر جهاز التلفزيون، كي تكون المكالمة واضحة وكي يتسنى لنا بتوفيق الله ومنه علينا أن نجيب على السؤال أو على الاستفسار. جمعة طيبة مباركة على بلدنا الحبيب وعلى أمتنا الإسلامية بالخير والبركة والمسرات، وعلى إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر والتمكين والفتح المبين من عند الله رب العالمين. طيب، معنا اتصال أول. مرحبا أخي بن عودة من مدينة غيليزان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام أخي بن عودة. جمعة مباركة، كل عام وخير. أمين إن شاء الله لنا ولكم بالخير والبركة إن شاء الله. تفضل بسؤال تاعك. والشيخ، أنا كنت ماشينا والمرأة كنت حارف عليها نطلقها مشوف، ويوم فتحت وتدسل فتاعها. أعيد السؤال من فضلك أخي بن عودة، فالمكالمة غير واضحة. دوك أنا كنت حلفت على المرأة طلقتها. حلفت عليها طلقتها، نعم. وأيو عاود فتحته وعطيتها صدق تاع صدق تاع، هي جات للدار بنات به عندي في الدار. وما به صدق؟ بنات به السكنة تاعي. بنات به السكنة، الصدق تاعها. واه. إيه، هذه كي كانت في العصمة تاعك من قبل ما تلقها. إيه بس أغرق نحوس الحلال حرام. سؤالك على ماذا؟ على الصداق او على الطلاق؟ لا لا لا، على الصداق اللي اعطيته لها بنات به عندي في الدار. وبنات به يعني اعطاته لزوج تاعها محبه خاطر، ماشي انت نحيته لها؟ لا لا، اعطاته محبه براسها. خلاص، هي هو المال تاعها وهي تصرفت به يجوز لها. هي المال تاعها وتصرفت به بمحض ارادتها، محبه خاطرها تصرفت فيه. ايوه صح. المهم، ماشي انت نحيته لا عنوه او ما عطيتلهاش الصدق؟ لا، هي بالرضا تاعتها. وانت الان رديتها ولا ما رديتهاش؟ لا، رديتها عندي في الدار. الحمد لله. الله يدوم العشره الطيبه بينكم. اقول امين. امين يا شيخ. عبد الله يحفظك شيخ، بارك الله ان شاء الله. صافي، هذا سؤال اخي بن عوده من مدينه غليزان، يسال عن الصداق ويسال عن طلاق المراه تاعو. يقول لك طلقت المراه، حلفت عليها وعاودت رديتها، وهي المرأة هي تصرفت بمال صداقها لما كانت في العصمة تاعو، أنها صرف نفقاته على بناء البيت. هذا محبة خاطرها، بمحبة الخاطر تاعها، بطيب نفسها. لكن إذا كان الزوج يرغم زوجته على أخذ الصداق منها، أو يكون مؤخر الصداق كما يسمى في الفقه، مؤخر الصداق، لأنه يجوز للإنسان أن يبني بزوجته أو يبني بالزوجة ويدخل بها ويؤخر الصداق المسمى. وحنا عندنا في الجزائر بلدنا جارت العادة على أنه الصداق، عندنا الصداق المقدم، معناتها يعني نادرا وين يكون الإنسان يتزوج وما يعطيش الصداق لمرته قبل ما يدخل بها. فهنا جات العادة، الأعراف تاعنا، العرف تاعنا، حسب اختلاف المناطق في بلدنا الحبيب الشاسع، البلد القارة كما يسمى، فأنه يقدم الصداق قبل ما يدخل بها. لكن في بعض الدول الإسلامية والعربية عندهم بما يسمى بمؤخر الصداق ومقدم الصداق، كما جارت العادة في بلاد الشام وبلاد مصر وغيرها من البلدان العربية، أنهم يسمون الصداق وعندهم المقدم يدفعوا قبل ما يتزوج بها، وعنده المؤخر يقعد يعطوه لها على أقساط مثلا، يعطيه لها على أقساط مثلا. لكن لو فرق بينهما، ما دامتش العشرة بينهما وما كتبش المكتوب وطلقوا، هو مطالب بمؤخر الصداق، مطالب به قانونيا ومطالب به شرعا، لأنه صداق مسمى. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، هكذا قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز. فأخي بن عودة، ما دام الزوجة نفقت على البيت، على بناء البيت بمحض إرادتها من مال تاع الصداق، يجوز لها. أما إذا أخذ منها عنوة أو ظلما أو زورا أو بالغصب، فهذا لا يجوز شرعا. والله ورسوله أعلم. معنا اتصال ثاني.
معنا الأخت مليكة من مدينة بومرداس. مرحبا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي بالسؤال. الأخ صفة المقامية، أنا أخت نعم يعني نخدم في مطعم مدرسي. مطعم مدرسي، نعم. مطعم مدرسي. بوك أنايا يسطنا كنا نخدمو هكا، كاين بعض يعني الأكل اللي نطيبو، كنطيبو هكذا يفضل. إيه ما به الأكل هذاك يفضل. يعني طاقب يعني ولدنا غموغ ولا نحسب نقسمو ندو شوية شوية، يعني يعني هذه يدوز ولا لا لا. طيب هذاك الاكل تابع للبلديه هكذا؟ ها؟ أيه الاكل الان المدرسي اللي تتصرف فيه، تتصرف فيه البلديات هكذا بالميزانيه أيه. تاعها الان أيه. هذا الاكل، هذا الاكل المطبوخ، مطبوخ ماهوش خضر، مطبوخ هذا مطبوخ، المآل تاعو المصير تاعو لو كنتم ما تدوشوش راح يصرى له هذاك الاكل يترمى. ايه يترمى. ايه يترمى في المزابل عز الله وقدركم. لا لا يسمى كيف لا واش ندير شو نديروا له، لازم نديروا في لقطة يعني مفهوم السؤال لقطة باش يدوه، يدوه يعني يشوفوا يرفدوه تاع الأمة تاع النظافة. طيب لكن هذا الأكل هذا المطبوخ هذا مازال صالح للاستهلاك ولا لا؟ مازال صالح للاستهلاك. يقدر يتخبى الغد من ذاك؟ ما نقدروش الشيخ، هما قالوا لازم يعني في النهار هذاك لازم الماكله كامل. معناتها من باب حفظ الصحه، من باب باب الهيجيان حفظ الصحه لازم يتنتكل في هذاك النهار. لازم هذاك النهار لازم يتكل. وهذا البقاء تاع الاكل يوميا يبقى ولا مره مرتين في الاسبوع؟ يوميا الشيخ يوميا. دوك حنايا دوك كي نطيبوا ما نعرفوش، دوك كاين التلاميذ يحضروا كاين غيابات كاين، دوك حنا كي نديروا كونتيتي نطيبوها. بصح وعلاش طيبوا؟ حتى تفضل. بالصح ان انت مثلا اختي كان نجاوبك من الجانب المنظور الشرعي، لانه هذه ماهيش منظور شرعي. انت المدرسه مثلا فيها 100 تلميذ نفترضوا، شعلها راح يغيب في النهار، راح يغيبوا 5 تلاميذ راح يغيب 20 تلميذ، ما تلحقش 20 تلميذ، صح ولا ماشي صح؟ صح. الان دوك الماكله اللي تفضل، قال اليوم غابوا في المدرسه هذه الابتدائيه، لانه الاكل المدرسي خاص بالابتدائيات، غابوا 5 تلاميذ، 5 تلاميذ الماكله تاعهم ماشي حتكون كبيره. ما تكونش كبيرة، احنا يا على الأقل نبدو شوية جواز. بارك الله فيك. فلذلك أنا نصيحتي ليك، نصيحتي ليك أنت راكي عاملة راكي طباخة في هذه المدرسة، التسيير تاعها معناتها أنتم ما تديروا المعدل تاع اليوم، ما تديروش زيادة، ما تديروش زيادة اللي تخلي أنها حتوكل 20 واحد ولا 30 واحد، هذا يدخل في باب التبذير، لأنه المدرسة باين العادة تاعها. أنتم ما تديروا الاحتمال راهي 100، أنتم ما تطيبوا مثلا على 105، غابوا 5 تلاميذ، تقعد الوجبة تاع 5 تلاميذ، هذه 5 تاع 5 تلاميذ، إذا تتنرمى ما تتنرماش، تاكلوها أنتم أولى. تاكلوها انتم اولى كعمال تاع المدرسه، وهذا الامر لازم يكون عنده اذن عام مثلا من رئيس البلديه. المديرين تاع المديرون تاع المدارس الابتدائيه لما يديروا لقاءات، لان المدارس الابتدائيه في التسيير تاعها من جانب البيدواغوجي تبع وزاره التربيه وانتم تعلمون هذا، من جانب التسيير الكهرباء طاوله تبع البلديات، لما يكون اجتماع قال يا سيد الرئيس كيفاش نديروا في هذا مثلا مغابوا تلاميذ فضلت 5 وجبات 3 وجبات، كيفاش يحكوا نتاعها نرموها ولا معليش ياكلها العساس وياكلها الحارس وتاكلها العامله وتاكلها عامله النظافه؟ اذا كان اذن عام قال معليش باش ما تنرمش، لانه هذا باب تبذير، ياكلها الحي اولى من ياكلها ياكلها عز الله وقدركم ياكلها الحيوان في الزباله، الحيوان عنده واش ياكل، ماشي لازم ياكل هذيك الماكله الصالحه للاستهلاك، اقول صالحه للاستهلاك. لكن باش طيبوا اكثر من اللازم وتولي تفضل هذيك الماكله ومآلها مآلها مآلها باش تنرمى وتقول لا لا ما نرميهاش لازم نديها هنا، احنا نتحاسبوا على هذاك الاكل الزايد، انا حين نتحاسبوا على الاكل الزايد. فانا جاوبت من منظور شرعي انه اذا كانت 5 وجبات زايده هذوك التلاميذ اللي غابوا هذه الماكله باش ما تنرماش ياكلها الموظف اولى من القائها في سله المهملات، والله ورسوله اعلم. معنا اتصال أخت راضية مدينة عنابة.
السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، مرحبا اختي. بك يعيشك الاخ الكريم. الاخ عندي اختي تخاف من الطياره، ما بها تروح تخاف ما تركب في الطياره، عندها الخلعه. ايه عندها الفوبيا. وحبت كيما نقولوا انا رايحه للعمره، قالت لي نقدر نجيب لها عمره انا ولا ما نقدرش. هي ماهيش عجزه. لا لا لا، عندها الخلعة برك، هذيك عندها الخلعة، ما تنجمش مال في التاكسي في الطيارة ولا في الواحد، ما تقدرش، ما تتخاف، عندها خوف. سوف تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى أختي الكريمة. طيب أختي رادية، سؤال، هل يجوز لك أن تقومي بأداء مناسك العمرة؟ عن الأخت اللي ماشي عجزة، ماهيش عجزة في الفراش، على مذهب السادة الشافعية إذا كان العاجز يجوز من ينوبه، يوكل من ينوبه في أداء مناسك الحج أو مناسك العمرة، هذا على مذهب سادتنا الشافعية. العاجز احنا عندنا في المذهب لا يجوز، مذهب سادتنا المالكية لا يجوز، لأنه ماهوش مطالب، له أجر النفقة، ينفق على واحد باش يروح للحج، ينفق على واحد باش يروح للعمرة، هذا إذا كان عاجز، لكن على مذهب السادة الشافعية يجوز للعاجز، العجز الكلي، العجز الكلي. ماشي الآن الناس راه قادرة تروح للحج، يروح يمشي بالعربة، يطوف بالعربة، يوكل في الرمي، يوكل معناتها من ينوبه عنه، الإنابة في رمي الجمرات وغيرها من الأمور، وأهل العلم أدرى بهذا. لكن هذه الأخت ماهيش عزة، عندها الفوبيا أنها ما تقدرش تسافر، ما تقدرش تركب، احنا ماهيش مطالبة بهذه العمرة، راهي ماهيش واجبة في حقها، لكن تدير حاجة بديل عنها، تشوف واحد اللي ما راحش للعمرة ولا واحدة ما راحش للعمرة، تخلص لها العمرة، تقول لها روحي دير العمرة، صح ما تديرش عليها، تدير عليها هذيك لا حتى تعطي لها العمرة، وهي عندها أجر النفقة، أجر النفقة العمرة، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول فقهاؤنا لغير العاجز. لغير العاجز هنا ما نسموهش عجز مرضي، وإنما عجز نفسي على أنها عندها حالة نفسية، ما تقدرش تركب الطائرة، ما تقدرش تركب السيارة، ما تقدرش القطار، هذه يسموها بالفوبيا، في عند علماء الأخصائيين النفسانيين يسموها بالفوبيا، كل واحد فاش عنده، هذه عندها في وسائل النقل، فتنفق على أنها تعجي أجر العمرة، مبلغ العمرة، تقول لهم روحوا ديروا عمرة، وهي عندها أجر هذاك اللي اعتمر في طوافه وفي سعيه، ويدعي لها أو تدعي لها هذه لحتى تروح للعمرة، تدعي من كان سببا في وصولها إلى ذلك المكان، والدال على الخير أعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاعله. فأختي راضية، فهذه الأخت إذا كان عندها عجز موش كلي، عجز على أنها ما تقدرش تركب وسائل النقل، يجوز لها مشي الإنابة، من يديروش العمرة عليها، وإنما تعطي باش يروحوا يديروا العمرة على نفسهم، وهي عندها أجر النفقة، عندها أجر النفقة، والله ورسوله أعلم. معنا الأخ عبد الهادي مدينة شلف. شيخنا. وعليكم السلام أخي الكريم. جمعة مباركة شيخنا. آمين إن شاء الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخنا. أنا بغيت نعرف، عندنا حنايا الوالد مع الإخوة تاعو توفى والدهم، يعني الجد، من الوفاة تاع والدهم ما خلى تركة، ما اجتمعوا، التركة هذه كانت عند الإخوة تاعو، ما اجتمعوا، ما حضروا على التركة، ما حتى حاجة، قعدوا يصرفوا في التركة، لحد الآن تركة كبيرة، أراضي فلاحية، عقارات، أملاك منقولة، سيولة نقدية تحت اليد، لحد الآن ما تحركوا وما فصلوا في التركة، وبقوا الحج العمرة الحج يتمتعوا كأنما شيئا لم يكن. أعطينا رأيك في الدين في هذه الأمور. هذا ما كان شيخنا، وبارك الله فيكم، تحياتي وشكرا، شكرا جزيلا على هذا الفسحة اللي راكم تمدوها للمواطنين باش يعرفوا دينهم. شكرا شيخنا، شكرا. هذا واجب علينا، باب الذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن نسأل الله عز وجل يرزقنا الإخلاص والصدق والسداد في هذا العمل، قولوا آمين. وأنتم كذلك لا تنسون بخالص الدعاء. أخي عبد الهادي تسأل عن مصير مال التركة عند الأهل، الجد توفي والأبناء الآن يتصرفون في مال الميت، في مال الأب تاعهم، وهذا المال ما هوش تاعهم وحدهم، هم أصحاب فروض، كل واحد يسال النصيب تاعه،
كل واحد يسال النصيب تاعو، فاذا كلا اكثر من النصيب تاعو راه ياكل مال الغير وراه ياكل حق الغير. والله عز وجل حذرنا ان ناكل مال الغير بغير الحق. فقال عز وجل من سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأخي عبد الهادي، التصرف في مال التركة إذا كان بالرضا، رضا الورات هم، أنت تقول ما تلاقاهم اللي مات الوالد تاعهم ما اجتمعوش، فهنا دليل باللي كاين واحد راه يأكل على واحد، كاين واحد راه يتمتع على الآخر، سيولة نقدية، عقارات، الله يبارك ويزيد، مات وترك، ترك الأبناء، أصل الذكرين متوحدين ومنتهين. لكن إذا كان واحد يتصرف، زوج يتصرفوا، ثلاثة يتصرفوا، والباقي راهو يشوفوا بعينهم، حرام. هنا داخل في أكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في حديث البخاري من طريق السيدة خولة بنت ثعلب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون، يعني يأكلون، يخوضون في مال الله، في مال الناس بغير حق، بغير حق، بطريق الحيلة، بطريق الغصب، بطريق أكل مال اليتيم، فلهم النار يوم القيامة، أي جزاؤهم النار والعياذ بالله. فلذلك أخي عبد الهادي، لابد من هؤلاء الأطراف أصحاب الفروض أن يتفقوا، أن يجلسوا جلسة لتبين فيها الحق تاع الغير. إذا كان عندهم أخواتاتهم هم العمات توعك، بالك ما راهمش يلحق لهم النصيب تاع باباهم، ماذا ترك الأب تاعهم، هذا يتحاسبوا عليه. كاين خاوة واحد أخرين ماهمش يلحق لهم النصيب، هذا يتحاسبوا عليه. والمصيبة، المصيبة أنه تقول يروح للحج ويروح للعمرة، بأي حق تروح؟ بمالك تروح، بوسال. لكن إذا كنت ترك تتمتع واحد أخر راهو يشوف بعينه، فهنا راك تاكل مال الغير. مال الغير ماشي شرط لازم يكون جارك ولا شريكك ولا واحد تخدم معاه، قد يكون اخ تاعك، قد يكون الاخت تاعك، قد يكون العم تاعك، قد يكون الخال تاعك، الاقربونك تاكل لهم الحق تاعهم. فالمنظور الشرعي اخي عبد الهادي لابد من جلسه، ماشي جلسه الصلح، جلسه تسطير، يسطروا فيها الامر اللي جاي والامر اللي راح. لأن الأموال التي صرفت، مال الأب تاعهم خلاص مات وترك ولا الأموال تاعهم، لكن كل واحد يصرف نصيبه، هو بالك راه صرف أكثر من نصيب تاعه، واحد آخر ماهوش يصرف. فلذلك لابد لهم من جلسة، جلسة يحضروا فيها إمام، يحضروا فيها أهل النصح إذا كانوا بحاجة إلى هذا الأمر. يخال قال هم مات بابانا، عنده شعال مدة اللي مات بابانا، الآن هيا نقسموا حق الغير. وإذا كان كلاو أكثر من الحق تاع واحد أخرين من خاوتهم اللي ما داوش، لابد لهم من إرجاع الحق، كل واحد يدي حقه كاملا غير منقوص. ونزيد نضيف إضافة ومهمة، قال الآن يحسبوا كاع واش كاين ويبداو يقسموا، وهذاك المال اللي تنصرف علي من يولي؟ علي من تنحسب؟ خلاص بح، خلاص تنصرفه وما نحوسوش عليه؟ لا، لابد كل واحد يعرف شعال صرف. زيد وعمر وعلان قال يتنحى من نصيب تاعهم، قال انا صرفت مثلا، صرفت 200 مليون، واحد من العمام هذه يقول لك انا صرفت 200 مليون من المال تاع بابا، لازم يتنحى من نصيب تاعهم، من الفرض تاعه. الثاني قال انا صرفت 100 مليون، يتنحى من نصيب تاعه. لو كان ما يتنحاش هذاك المال، يا لو كان سنتيم واحد، يا لو كان سنتيم، يعتبر من اكل مال الغير بغير حق، مصيبه. فلا بد لهذه الناس تعرف مالهم وما عليهم، ويعطوا لكل ذي حق حقه، يقسموا في الدنيا ويتصفوا في الدنيا ويتحاسبوا في الدنيا قبل ما يقفوا أمام الله عز وجل يوم القيامة، فيسألهم عن القليل وعن الكثير، يسألهم عن النقير وعن القطمير. وقالوا ربنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. صلى الله العافية. معنا سؤال، معنا أخي محمد من مدينة الجلفة. أخي محمد، محمد من الجلفة. مرحبا أخي محمد، مرحبا بناس الجلفة. وترك سيحنا باش؟ والله الحمد لله، وأنتم بخير الحمد لله. عندي سؤال شيخ. تفضل بالسؤال تاعك أخي محمد. عندي زوجة تاعي زيدة في رمضان. ما بها الزوجة؟ زاد عندي مزيوز في رمضان. معناتها ولد عندك مزيود؟ ايه مزيود في رمضان. ايه هي فترة الزوجة تاعي فترة 18 يوم. ايه بعد الولادة؟
بعد الولادة في رمضان معاش الأولى تاع رمضان زاد عندي مزيود فترة 18 يوم. أيوا وما عاودتش ما صامش تما حتى دار عليها العام حتى الحق رمضان اللي موراه بعدو دار صامتهم. وهي وعلاش ما صامت كانت عاجزة ولا تماطلت فقط؟ تماطل وطلعت. ما كانش ترضع ولا حائل تاع الرضاع؟ كانت ترضع هل كان سبب الرضاع هذا هو اللي خلاها ما تصومش ولا تماطل؟ تماطل ماشي نقول لك الرضاع عن ديرك لا. سوف تسمع الإجابة أخي الكريم. طيب هذه المرأة واجب عليها القضاء تقديم أفطارت في رمضان بعد الولادة سواء كان قبل الولادة طبيبة المختصة تقول لها باللي فيه ضرر على صحتك وعلى صحة المولود لوجب عليك أن تفطري يجوز لها وتقديم عليها من الأيام بعد الشفاء. وإذا أفطرت بعد الولادة معناتها راهي نفساء راهي في أيام النفاس إذا طهرت من دم النفاس وجب عليها أن تقضي ما عليها من صيام في أيام النفاس في أيام النفاس اللي فطرتهم في رمضان. هل تماطلت الحق عليها رمضان آخر لها القضاء زائد الفدية عن كل يوم مد من طعام لكل مسكين مد من طعام ماشي كما اللي يقول 20,000 أوسط ما تطعمون هذه أوسط ما تطعمون في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم أما في فدية الصيام فدية الصيام مد من طعام مد من طعام عن كل يوم لكل مسكين مد من طعام والمد بالقيمة تاعه الآن إذا حكمنا معناتها الحد الأقصى تاعه أو يوصل 1 كيلوغرام وهذا كثير وهذا كثير فعليها القضاء زائد الفدية إذا تماطلت. أما الزوجة تاعك الذي حال بينها وبين القضاء هو أيام الرضاع كانت ترضع والحق عليها رمضان ثم بعد رمضان الثاني قضت ما عليها من رمضان الأول فهنا لا عليها ما عليها شيء عليها غير القضاء فقط دون الفدية دون الفدية لكن أيام النفاس ماشي أيام الرضاع. علاش ماشي أيام الرضاع؟ لأن المرأة المرضعة إذا أفطرت في رمضان من أجل إرضاعها الجنين تحهنا عليها القضاء زائد الفدية لأنه ماهيش مريضة وإنما أفطرت خوفا على الصبي على الصبي على أنها على أنها ترضع فهي ليس في حكم المريض فهي حكم المرضعة والمرضعة تقضي زائد الفدية. أما المرأة النفساء هنا عليها القضاء لأنها حكمها حكم المرأة في أيام النفاس أو في أيام الطمث كما يسمى بالعادة الشهرية أو بالحيض أعز الله قدركم. فأخي محمد من الجلفة زوجتك إذا تماطلت تعمدت باش ما تقضيش حتى العق عليها رمضان عليها القضاء زائد الفدية تطعم عن كل يوم من مسكين مد من طعام. أما إذا حال بينها وبين القضاء الرضاع فهنا تقضي فقط دون الفدية والله ورسوله أعلم. معنا أختي سعاد الأخت سعاد من مدينة تلمسان. أختي سعاد للأسف انقطعت المكالمة مع الأخت سعاد من مدينة تلمسان نأمل أن تعود معنا الاتصال في اتصال ونجاوب على سؤال لكن ما تقطعوناش المتصل ينتظر قليلا لكن يتسنى لنا نجيب على السؤال. طيب أم تشتكي من أحفادها وتقول لنا ماذا بيكم من فضلكم وصلوا رسالة عبر هذا المنبر أنهم هاد الأحفاد ويماهم وباباهم يتقوا الله فيها ويعود يردوا لي أمانتي. أم جاءت بحرقة تبكي اليوم عندنا في صلاة الجمعة في جامع كتشاوة قبل صلاة الجمعة تبكي من مدينة معينة مسميش المدينة جابت الفيافي وجابت مع الابن التحى إلى المسجد قالت لك يا شيخ أنا أشوفك في التلفزيون حبيت توصل رسالة تدعو تطلب من الناس المصلين يدعوا لي ربي يرفع لي هذا الظلم ويرجع لي حقي وفي نفس الوقت رسالة إذا كانوا يسمعوا فيها هذه الأحفاد نسيبها يسمع فيها يسمع فينا بنتها تسمع فينا يعود يردوها أمانتهم. ما هي أنهم هذه الأحفاد بنات بنتها ماهوش الجيران ماهوش الفاميليا قالت كمال فينا نعجوزة يجوا لي للدار يعاونوني يباتوا عندي الدولي ذهب تاعي قالت الدولي سنسلة ودوني مناقش ودوني خواتم قالت دايرتهم العقوبة نسموها العجيز العقوبة هي العاقبة عقب الدقة دايرتهم لتفينتي دايرتهم المرضي دايرتهم العوزة تاعي فهم ادوهم
قلت لها يا الحاجة بالك بحرتيهم، بالك ما عرفتي شو حطيتيهم، بالك أنت أعطيتيهم لهم في حياتكم، في حياتك أعطيتيهم لهم، بالك نسيتي. أنا قلت لا، ظنيت أن حكمها الخرف، بالك أو أي مريضة وجات تتهم. الابن تاعها كان معها، قال سألت على إماه، قال لي ما في كامل قواها العقلية، معناتها حقيقة هذا الدواء لها الأمانة والدواء لها دهم البيت. فهي تناشد هؤلاء هذه العائلة يردوا لها الحق تاعهم. يعني أنا والله يئن الجبين ويقشعر الجلد لما رفضت يدها، قالت لي يا شيخ رفض لي دعوة ورفض لي فاتحة، هذيك اللي الدين بركيت رفضه، معناتها عرجت يدها لربي الأرباب، لربي السماوات والأرض، لربي العالمين. هاد الناس ما عندهمش ضمير. عجوزة كما هذه ترفض يدها عليك في ثلث الأخير وفي صحر، لو أقسم على الله لا أبر، إن من عباد الله، لو أقسم الله أشعت أغبر، لو أقسم على الله لا أبر. دعوة المظلوم، بل إن دعوة المظلوم مستجابة، قال أهل العلم، حتى ولو كانت من فاسق من فاجر مستجابة. فما بالكم بعجوزة، عجوزة لا حيلة لها ولا قوة، وتقول باللي نسيبي، معناتها الزوج تاع البنت تاعها، قال لها لو كان تروحي تشكي ولا تهضري يصرى فيك الويل. هذا ما يصير، معناتها هذا أب رب عائلة يربي بناته على السرقة، يربي بناته على أكل الحرام وأكل الباطل، هذا كيفاش راح يديروا له كي يكبر؟ كيفاش راح يكون المصير تاعه؟ كيفاش راح يكون المصير تاع إمامهم؟ الله المستعان. فإذا كانت هؤلاء هذه العائلة راهي تسمعنا، سواء من قريب أو اللي يعرفوا من قريب ومن بعيد، نقول لهم اتقوا الله في جدتكم، اتقوا الله هذه الأم، اتق لها في أمك، هذا النسيب اتق لها في النسيبة تاعك، في أم الزوجة، هل الموت هي تخطف ما لبكش أنت تسبق ولا هي تسبق؟ فالله عز وجل يأخذ الحق، يأخذ ماذا؟ يأخذ الحق. فرسالة الجميع، إياكم إياكم، الله الله في أكل مال الحق، في أكل مال الناس بغير الحق. الإنسان يتمنى أنه يكون مظلوم موش ظالم، يكون واكل له حقه، ماشي هو واكل حق الناس، لأنها مصيبة وطامة وخزي وندامة يوم القيامة. مشاهدين الكرام، نتوقف قليلا من أجل الفاصل ثم نعود ونواصل بحول الله وقوته. عدنا والعود أحمد. مشاهدين الكرام، نرحب بكم ونجدد الترحيب بمن التحق بنا اللحظة في حصتكم الدينية الأسبوعية، الدين والدنيا، التي تأتيكم على المباشر على قناة الحياة الجزائرية. كما نذكر مشاهدينا الكرام برقم الحصة المباشر والظاهر أسفل الشاشة 0561-32-32-37. معنا اتصال، معنا الأخت نعيمة مدينة شلف. أختي نعيمة، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، تفضلي بسؤال تاعك. الجمعة مباركة إن شاء الله. أمين إن شاء الله علينا وعليكم بالخير. الشيخ، بغيت، عندي زوج أسئلة بغيت نسقسيك. حكم قراءة القرآن في الكتاب من غير وضوء تاع الصلاة، حكم قراءة القرآن في المصحف من غير الوضوء تاع الصلاة، يعني من غير يعني طهارة صغرى، ما نكونوش واضين الوضوء تاع الصلاة، طهارة صغرى. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شيخ الله يعيشك، أنا باغي تنصحني قطع صلة الرحم. ما بها؟ خاوهم متعادين ومتفاتنين على حاجة كاع نكش، على حاجة كاع تافهة. الله يصلح حالهم إن شاء الله يا ربي. والمشكلة يصلوا ويروحوا للجامع، والمشكلة الشيخ واحد منهم يعيط لي ويقول لي كيف تلقاني في الطريق، ما تهضرش معايا وبينك شغل مانيش فوق وما تعرفينيش. أنا باغي تنصحني، أنا حاسة كي نصلي صلاتي مش توصل، كي نصدق ما صدقة تاعي شو في هذا السبب. هل كاين حاجة تستدعي الضرورة باش تكون هذه العداوة؟ أسباب تافهة، ما كان سبب. انت بادرتيه بالسلام، بادرتيه تحوسي عليه. والله ايه بادرت فيه. وخيرهما الذي يبدا بالسلام، هو اللي يدي الاثم، القاطع دائما هو اللي يدي. بصح الشيخ كيقول لك ما توصلينيش، وكي تشوفيني في الطريق ما تعرفينيش، هذه اللي خلاص هو يتحمل مسؤوليته، هو يتحمل الذنب تاعو. انت اديتي ما عليكي، انت تادي من عليكي، يجي العيد تحوسي تعيدي، تجي المرض تحوسي تسالي، خيرهما الذي يبدا بالسلام. ما دام انت بادرتي بالسلام،
أعمال تاعك ترفع والأعمال تاعو ما ترفعش. بصح عادي شيخ نتصل معاهم غير بالتليفون، بصح الدار ما نروحش ليها عادي. يا ولو كان تروحي للدار ويحوزك. انت حاولتي تروحي للدار يقبلك تروحي ليه للدار؟ نخاف نخاف الشيخ، نخاف الا يتصرف معايا تصرف ماهوش هذاك هو. لذلك انت تجزي النبض، ومن بالك لو كان تروحي للدار ما يحوزكش، يستقبلوك وبالك هذاك هو الامر اللي يكرازي النابسي، ينحي هذا الغشاوه وينحي هذا الغمامه اللي راهي عليكم. لعل وعسى بربي ان شاء الله. لعل وعسى. ونجاوبك على السؤال الاول، حكم قراءه القران من غير وضوء. نحن عندنا الساده المالكيه كما ثبت عن فقهائنا وعلمائنا يشترطون الوضوء الأصغر، يعني من باب أولى الوضوء الأكبر مما يسمى بالاغتسال. ما يكونش الإنسان عز الله قدركم على حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس إلا بعض الأحكام متعلقة بالمرأة الحائض في قضية مس المصحف وقراءة القرآن من المصحف. لكن قضية مس المصحف من غير عذر وبغير طهارة صغرى عند السادة المالكية يجيبون الوضوء، يعني يلزم على الإنسان يكون متوضأ باش يحمل المصحف، قالوا حتى وإن كان على بحامل أو كان بحائل، معناتها تديره داخل المحفظة أو تديره داخل معناتها قفيفة صغيرة وكذا، يشترطوا السادة المالكية أنه يكون على وضوء. من فقهائنا اللي تسهلوا في المسألة قالوا أنه الإنسان يتوضأ يقرأ القرآن، إذا كان عنده عز الله قدركم سلس أو كان يتحرج أنه يقعد يتوضأ ثم يعاود يولي مثل المصحف باش يقرأ القرآن، قال كي يكفيه الوضوء الأول، يعني يكون متوضي للصلاة وصلى ويقرأ القرآن. المهم المرة الأولى مثل المصحف على طهارة، مسه على طهارة، ثم وقع له الناقد ويتحرج على إعادة الوضوء يكمل يقرأ. أما إذا كان هذا الأمر يصرى له نادرا فوجب عليه أن يعيد الوضوء من أجل أن يمس المصحف. هناك استثناء للمرأة العالمة والمتعلمة لتعلم هي أيام الحيض، هذا استثناء في المرأة الحائض أنها تمس المصحف. أما قراءة القرآن من غير مس المصحف، مثلا الآن من الهاتف يطلع تطبيق بمسمى بلوجيسيال يطلع مصحف 60 حزب بورش برواية حفص برواية ورش بالقراءات 14 كلها، هل يجوز له أن يشترط الوضوء؟ هذا هاتف موش مصحف، ما تعتريش أحكام المصحف الشريف اللي وقع فيه تعريف على أنه ما بين الدفتين التعبد بقراءته، نتعبد بقراءة القرآن لكن ليس مصحفا، لأن المصحف لما تنظر إليه عندك أجر النظر إلى المصحف وعندك أجر القراءة وعندك أجر مس المصحف، مفهوم مشاهدين الكرام؟ فإذا قرأ من غير وضوء من الهاتف يجوز له ولا يشترط الطهارة الصغرى. أما إذا كان من غير طهارة صغرى وجب عليه أن يتوضأ منطلاقا ومصداقا لقول رب العزة من سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون. سادتنا المالكية قالوا هذا مقصود به الطهارة الصغرى لا يمسه إلا المطهرون. سادتنا الشافعية قالوا هذا المقصود به الطهارة الكبرى، أي حتى يتطهر من الحدث الأكبر كالجنابة مثلا أو الجماع مثلا أو غيرها من الأمور الموجبة للغسل أو الاغتسال. فأختي الكريمة إذا كان إنسان أراد أن يقرأ القرآن ويمس، مش يقرأ القرآن، أراد أن يمس المصحف فوجب عليه الطهارة الصغرى، وهي مسألة خلافية عند الفقهاء وقد ومشهور في المسألة على وجوب الوضوء، وقد فصلنا في المسألة إذا كان الإنسان نقض له الوضوء يجوز له أن يمس المصحف، لأنه خاصة ليتعلم أو يحفظ القرآن أو يكرر يتحرج عليه إعادة الوضوء. مسألة صلة الرحم راهي مشكلة طامة ابتلينا بها وابتلت بها أسرنا وعائلاتنا، صلى الله عز وجل السلامة وصلى الله على الهدايا وأن نتغلب على هذه الأهواء الشيطانية. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، والله عز وجل يقول فهل عسيتم وإن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. مصيبة، فالإنسان اللي قادر يلم هذا الرحم، اللي قادر يلم هذا الشمل، اللي قادر يتغلب على هذه القطيعة، اللي قادر يحارب هذه القطيعة، اللي قادر يكون وسيلة في محاربة هذه القطيعة ولم الشمل الأسر، يكون له أجر عظيم وثواب جزيل
عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أسباب تافهة دنيوية هي التي تؤدي بأسرنا وتؤدي بعائلتنا إلى قطيعة الرحيم وإلى الانفصال وإلى أصبحوا يعيشون حياة الشرذمة والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال، معنا الأخ محمد مدينة شلف. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام، مرحبا أخي الكريم. جمعة مباركة إن شاء الله. أمين إن شاء الله عمي، تفضل بسؤال تاعك. الشيخ أنا عندي سؤال في مجال الحج. تفضل. احنا رحنا مع الفوج الهود، خلنا بالعمرة. ايه؟ من بعدها دينا هذيك 720 ريال تاع الهدي، ودرنا العمرة تاعنا نورمال، قعدنا 15 يوم. من بعد قالنا الشيخ قالنا جميع اللي دخل بالعمرة لازم قصرنا في الشهر. ايه؟ قالنا جميع اللي دخل بالعمرة لازم يفدي. لا قال لك اللي ما حسينش الراء كاع الصدير الشعر الكل. عيد قالنا في ذاك الوقت 38 ريال ولا شتا يخرجوها، ولا رحتوا لي 280 ولا هكاك شكل تاع الهدي. اسمع فيا شيخ، تاع الهدي راك تسال سؤال تاع الهدي التمتع كي دخلتوا بالعمره. احنا دخلنا بالعمره، رحنا مع الزوج الاول. ايه دخلتوا بالعمره وجب عليكم الهدي لانه دخلتوا متمتعين. لا لا لا، الهدي درناها الشيخ، خلصنا 700 ريال. الله يبارك، خلاص خلصتوا الهدي. سؤالك فيما يخص. ومن بعد انا نسال، قال لنا الشيخ ثم اللي دخل بالعمره وما حسنش الراء كاع الشعر تاعو، قالنا يدير عنده فديه تاع 38 ريال، ولا قالنا ولي يروح عليه الجزائر 280. انتوما الحاج، انتوما كي كملتوا العمره تاعكم رحتوا للحلاق ولا ما رحتوش؟ لا لا قصرنا بركه. ايه المهم قصرتوا كل شعركم، ما حففتوش. قصرنا ما حففناش. ايه معني اللي حفف ما عنده والو ما يخلص والو، واللي ما اللي غير قصر لازم عنده الفدية تاع 280,000. بالك ما راكش فاهم المسألة يا عمي الحاج، لأنه هذا لا يقوله عالم. لأنه الإنسان إذا كان سواء في العمرة أو في الحج يجوز له أحد الأمرين، بل يستحب التحليق حلق شعر الرأس الكل بالموس على التقصير. تقصير واش يقصد به؟ كما الآن الماكينة بما يسمى بالطوندوز، جوزها على الشعر تاعك تحفف بالصفر ولا بالواحد ولا 1.5. أهل الحلاقة يعرفون هذا، أهل الاختصاص. فالتقصير يجزئ، لكن الأولى التحليق. لكن اللي قصر لا شيء عليه. اللي ما قصرش كله أنه تحلل من لباس الإحرام ولبس اللباس العادية، ونسى على أنه ما قصرش الشعر تاعه حتى تحلل أو ما حلق شعر، هنا عنده حكم شرعي آخر. فهمت عمي الحاج؟ ففي هذه الحالة باش هو لزم عليكم الفدية، قال لكم تخلصوا الفدية، بلك على حاجة أخرى، ماشي على تقصيركم للشعر. تقصيركم للشعر يجزئ في العمرة أو في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، قالها مرة واحدة. فلذلك استنبط العلماء من خلال هذا النص أن الأولى والأفضل التحليق، تحليق شعر الرأس بالموس كله أولى وأفضل وأطيب من تقصير شعر الرأس. لكن اللي قصر شعر الرأس سواء بالصفر أو بالخمسة، المهم ينحي كل من الشعر تاعه وينحيه بالتساوي، ففي هذه الحالة يجزئه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمقصرين كما قال عليه الصلاة والسلام. فعمي الحاج بالك أنا الآن ما نقدرش نجاوبك على 38 ريال هذه تاع الفدية، بالك شافكم بالك على الحزام. السبتة احنا عندنا في المذهب أنه الحزام إذا كان الإنسان يدير فيه المال تاعه الخوف من الضياع ويمشي معه المال تاعه اللي يخاف يضيع له، يديرها على اللحم، معناتها ما يديرهاش فوق الفوطة تاع الإحرام، لباس الإحرام، يديرها على اللحم ثم يلبس عليها الحزام، يلبس عليها الإحرام. هنا نشوفوا الآن في الحج والعمرة أن المعتمرين الحجاج يديروا الحزام فوق
اللباس فوق الفوطة فوق اللباس تاع الإحرام. هنا عندنا في المذهب نخرجوا الفدية ست مساكين، نطعم ست مساكين، علاش؟ لأنه الحزام لبسناه فوق لباس الإحرام. في غيرنا من المذاهب لا شيء، في غير على مذهب السادة الشافعية لا يشترطون الفدية للحزام، لكن احنا خروج من الخلاف يلزموا الفدية، واجب على الحاج الفدية يخرجها، علاش؟ لأنه الحزام ما لبسوش على لم يباشر به الجسد، وإنما لبسوا فوق لباس الإحرام. هذا والله ورسوله أعلم. أنت الحاج، أنت حجيت وربي يقبل لك الحج تاعك وحج الحجاج، الله يوفق الحجاج لهذا العام، والله يكتب لهم إن شاء الله الذهاب ويكتب لهم المناسك ويرجعوا سالمين غانمين. أنت حجيت، هو أنت خرجت هذيك 38 أنويها صدقة، إذا كان أمر يوجب الفدية راك خرجتها، إذا كانت صدقة راك نويتها صدقة، ويسعدك أنك خرج صدقة وين فين تنكتب لك 100,000 صدقة، ألا وهي الصدقة في البلد الحرام. معنا آخر اتصال مشاهدينا الكرام، معنا الأخت ليلى من العاصمة بن برقي بالضبط. السلام عليكم الشيخ، جمعنا مبارك إن شاء الله. مرحبا أختي وتفضلي بسؤال. الشيخ عندي قلت أسئلة تعيش مني بك فيهم باختصار. سؤال أول؟ نعم، سؤالي الأول، عندي بنتي جابت قطعة مع اللغل، قطعة هذه كبرت ما تتوزد، كي ولدت زادوا هذوك ولادها تكوكلوا ببعضهم وزادوا ولدوا من قطعة واحدة، ولولا فيها 14 نقط. وما كي خافت يزيدوا يتكاثروا عليها، واش دارت سقسات أهل العلم، كانوا يقالونها قالوا يجوز لك نشروا من الوالدة. هذه أهل العلم البيطريين ولا أهل الدين؟ لا أهل الدين. إيه؟ كانوا يقالوا لها يجوز لك نشروا من الوالدة. إيه؟ واش دارت هي أن هذوك 14 نقط كاع فصلتهم من الوالدة تاعهم. كاع فصلتهم من الوالدة تاعهم؟ ان حكم قال الوالدة تاعهم. وما تدي فالدا تلاقى مع الناس كان يقولوا لي ما يجوزلاش، حرام اللي فيك شوط وتوسانا. بصح وعلاش تنحي لهم كاع القطوط؟ تنحي لهم نحات اليماهم، علاش تنحي لكل القطوط تعطيهم؟ ما حبتش خلاص فاتت كشغل، ما حبتش تمدهم. لا يجوز لها شرعا، راهي مخالفه للفطره هذه. احنا ندوها البيطري، اذا كانت احنا مقتش الفقهاء اجازوا نزع سواء للانسان او للحيوان، اذا كانت تستعد ضروره انه ينحيلو يقطع له الرحم تاعو تاع القطه هذيك تاع الحيوان. اما اذا كان ما كانش ضروره كاين وسائل اخرى وين يتربوا هاد القطوط. شفت باللي بزاف عليها، كاين الناس يحبوا يربوا الحيوانات تعطيهم لهم، لكن ما كانش منها انه لا يجوز لها شرعا انها تمنحهم كلها، تقطع لهم الرحم تاعهم وتمنحهم من الفطرة التي فطر الله عليه هذا الحيوان. نعم، هذا لا يجوز لها شرعا. والسؤال الثاني الشيخ، أنا السؤال الثاني عندي بنتي ذلك يصلي صلاة العشاء، قالت لي شغل الصلاة شغل الشفع الوتر ماشي فريضة، شغل تحب تصلي وما يصليش الشفع الوتر، أي يجوز لهم ما يصليش الشفع الوتر؟ يعني تسقطوا كاع ما تصليهش؟ ما تصليش شيء، تصلي صلاة العشاء والشفع الوتر ما تكملوش. والسبب؟ والسبب قالت لك شغل ماشي لازم. طيب سوف نجيبك على السؤال. سؤال ثالث؟ سؤال ثالث، اني كنت ساكنه في سكن عادي، تمنيت ان يكون عندي ساكن ملائم، ديت الندر قلت يا ربي لك ربي يوفقني وندير ساكن ملائم ندير ركعتين لله، وماتك ربي يوفقني درت ساكن ملائم. شكون هذاك النذر ما درتوش؟ ما وليت نصليه، وليت نصليه اسكو ما كان علم نصلي صلاه الفريضه، نصلي صلاه تاع الضحى. واش ندرتي النذر عباره عن ماذا؟ النذر تاعي قلت لك ربي يوفقني ندير ساكن ملائم. النذر عباره عن ماذا؟ نذر ركعتين لله، ركعتين يوميا لله. هي الركعتين هذيك في الداخله في النافله، سواء كانت الضحى سواء كانت الرواتب سواء كانت الشفع الوتر. انا نصلي صلاه الضحى ست ركعات. هذا داخل في النذر تاعك اللي درتيه. ما مانيش مقصره. لا ما كاينش مقصره، النذر راهو متم. سوف نجيبك على الشفع الوتر. الشفع الوتر سنه مؤكده، ولما نقول الشفع الوتر هو اكد الصلوات بعد الفريضه هو الوتر، واقله ركعه وأكثره بلا حد،
وأكثره بلا حد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبعين في يوتر بسبع وفي رواية بتسعين وفي رواية بإحدى عشر وفي رواية بثلاثة عشر وفي رواية بثلاث ركعات. لكن الأكد الذي جرى عليه العمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند السلف الصالح أنه كانوا يوترون بثلاث ركعات يفصل بينهما بسلام، أنه يصلي ركعتين الشفع الذي يسمى على الشفع، لأنه ركعتين كل ركعتين في الصلاة بعد الفريضة تسمى شفع. نشفع، يقول لك راح نشفع التراويح تسمى بالشفع، بعض المناطق اسمها راح نشفعوا، معناتها راح نصلوا التراويح، لانه راح نصلوا الصلاه مثنى مثنى، هذا هو صلاه الشفع. والشفع والوتر اقسم بها ربنا عز وجل في مطلع سوره الفجر، واكد الصلاه هو ركعه الوتر. ركعه الوتر الذي جرى عليه العمل ما يشركع واحده، هي ثلاث ركعات فما زاد، ولي صلى ركعه واحده يجوز له، لكن هذا خلاف الاولى. اما انه ما يصليش الوتر ويتعمد فهو آثم، لكن إثمه ليس كتركه لصلاة العشاء الفريضة، إثمه ليس كتركه واحد ما يصليش العشاء، ما يصليش العشاء واحد ما يصليش الوتر، في الإثم سواء، ماشي في الإثم سواء. لكن القول المشهور والمعتمد عند علماء الأصول والفقهاء أن من ترك صلاة الوتر متعمدا فهو آثم، ليس لكن تركه للسنة المؤكدة ليس تركه للواجب، والله ورسوله أعلم. فهذه البنت لا يجوز لها أنها تقول وتتعمد على أنه نكتفي بصلاة العشاء وما نصليش صلاة الوتر أو الشفع الوتر، فهذا خلاف السنة وخلاف ما جرى عليه العمل وخلاف الأصل، وهي آثمة إذا تعمد. أما من نام عن الوتر، من نام عن الوتر واستيقظ بعد الأذان الثاني وما زال الوقت الاختياري، ما زال الوقت الاختياري، يقدر هل يقدر يصلي ثلاث ركعات معناتها الشفع والوتر، ثم يصلي ركعتي الفجر الرغيبة سنة قبل الصبح، ثم يصلي الصبح. هذا إذا استيقظ وكان ما زال متسع في الوقت الاختياري صلاة الصبح. أما إذا كان صلى الصبح فالوتر يسقط، إذا تركه سهوا لا إثم عليه، وإذا تركه عمدا فهو آثم، والله ورسوله أعلم. هذا موفقنا إليه المولى عز وجل مشاهدين الكرام في هذه الأمسية الطيبة من مساء يوم الجمعة. إن أصبنا فمن الله، إن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احرس جزائرنا بعينك التي لا تنام، واكنفها بكنفك الذي لا يرام. اللهم احفظ حدودها واملأ سدودها. اللهم أغذ بلادنا بالخيرات، وأغذ إخواننا في فلسطين وغزة بالنصر والتمكين والفتح المبين من عندك يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين، ثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم بقدرتك ونصرتك يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ننسى أن نشكر الفريق العامل معنا في هذه الأمسية وعلى رأسهم الأخ المخرج رضوان الحيالي، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم يوم الجمعة المقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقية. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.